السلام عليكم. جولة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبدأها من الرياض وتقوده إلى صنعاء. هذه الجولة تتزامن مع تصريحات صحفية للسفير الأمريكي ماثيو تولر كشف فيها عن دور قيادي تلعبه بلاده في حل الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى استمرار واشنطن في التواصل مع شخصيات يمنية في مختلف العواصم العربية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذين التطورين لنناقش تطورات المسار السياسي ومدى قدرة المبعوث الأممي على تحقيق اختراق قبل انتهاء مهمته. مصادر قالت إن ولد الشيخ سيسعى من خلال جولته الجديدة إلى فرض خارطة الحل والتي تتضمن انسحاب الميليشيا من الحديدة ووقف أي عمل عسكري في الساحل الغربي وحل أزمة مرتبات موظفي الدولة، فيما تأتي تصريحات السفير الأمريكي لتشير إلى حراك دولي فيما يخص الأزمة اليمنية، لكن اللافت هو تزامن هذا الحراك مع تصعيد على الأرض، وهو ما يعيد طرح السؤال المعتاد: هل أصبحت الأزمة اليمنية منسية وتحتاج إلى التصعيد الميداني دائما حتى تتحرك جهود المجتمع الدولي للبحث عن حل سياسي؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. جولة المهمة الأخيرة لولد الشيخ في اليمن هي ما أعلنت عنها مصادر في الأمم المتحدة تحدثت عن هذه الجولة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى اليمن والتي تتم وسط كم هائل من التحديات. الطريق الذي سيسلكه المبعوث الأممي وفقا للمصادر الأممية سيبدأ من الرياض، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع الرئاسة اليمنية، ينتقل بعدها إلى صنعاء لإجراء مشاورات مماثلة مع الإنقلابيين. الجولة ترتكز على المهمة المتعثرة ذاتها المتصلة بخارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة، وخيار المبعوث الأممي هو إنجاح هذه الخارطة التي سبق للإنقلابيين وأن رفضوها على الرغم من أنها تؤمن حلاً مؤقتاً لواحدة من أكثر القضايا المعيشية إلحاحاً، وهي قضية المرتبات المتوقفة لمئات آلاف الموظفين. السفير الأمريكي ماثيو تولر كشف عن الجديد على هذا الصعيد بتأكيده خلال حوار مع مجموعة من الصحفيين اليمنيين أن إشارات إيجابية استلمتها بلاده من عناصر تدعم المخلوع صالح واستعدادها للتعاطي مع الأفكار التي يحملها المبعوث الأممي، في حين أبدى الحوثيون وفقا لتولر استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ. التحدي الأبرز في نظر المراقبين يتمثل في مدى قدرة المبعوث الأممي إنجاز اتفاق كهذا قبيل شهر تقريبا على انتهاء مهمته في اليمن، وسط معلومات عن إمكانية التمديد لهذه المهمة شهرا واحدا لتمكينه من إنجاز هذا الاتفاق المرتقب والصعب في الوقت ذاته حول مدينة الحديدة. وتكمن صعوبة مهمة المبعوث الأممي في نظر هؤلاء المراقبين في أنها تأتي هذه المرة وسط تصعيد كبير للمواجهات العسكرية في أكثر من جبهة، وفي أعقاب استعادة الحكومة معسكر خالد بن الوليد أكبر المعسكرات في غرب محافظة تعز وتصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ من قبل الإنقلابيين باتجاه الأراضي السعودية. فما هي فرص المبعوث الدولي هذه المرة لتحقيق اختراق يسمح له إنجاز الخطوة الأولى باتجاه إنعاش المشاورات السياسية التي تتجه إلى الجمود أكثر من أي وقت مضى؟ سؤال برسم التوافقات الدولية والإقليمية وبرغبة الأطراف في العودة إلى خط المشاورات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الباحث والمحلل السياسي عدنان هاشم من مأرب. مساء الخير أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وبالمشاهدين الكرام. في البداية، تحرك دولي جديد يقوده السفير الأمريكي والمبعوث الأممي هذه المرة، خلفية هذا التحرك خصوصا في ظل التصعيد الأخير من قبل الميليشيا؟ أعتقد بأنه ليس وحده من يقود مسار التصعيد أو الوصول لمسار حل سياسي بخصوص ميناء الحديدة. أعتقد بأن الموضوع موضوع دولي، ومعظم دول أو السفراء الراعي من المبادرة الخليجية من الغربيين يؤمنون بإيمان كبير بهذه الخطة، ومسألة نجاحها باعتبارها هي الخطة الأساسية من أجل الوصول إلى حل شامل. لكن أعتقد بأن هذه الخطة هي عبارة عن صنع سلطة جديدة ثالثة في اليمن من أجل تحاول الحصول على الإيرادات وتقسيم أجل الرواتب والموظفين، لكن الواضح بأن هناك هو استهداف لشركة عبد الرب المنصور هذه، وهو استهداف أيضا
لمكون الحوثيين وصعود نجم صالح في الأردن. تقام هذه السلطة عبارة عن مجموعة من النظام السابق والوزراء والمسؤولين من الحكومة السابقة بما كان يعرف من قبل بالطريق الثالث. هذه الخطة وأيضا التحركات الدولية الدبلوماسيين الغربيين هي نتاج التحركات أكبر كانت في باريس وفي برلين وأيضا في السويد. كل هذه التحركات يوصل إلى هذه الخطة. نعم. من أجل وضعها كمسودة مبدئية لحل شامل أكبر. نعم، هذا الطرف الثالث الذي تتحدث عنه أستاذ عدنان برأيك يتبع من ويخدم من؟ أعتقد بأن هذا الطرف الثالث يصنف نفسه بأنه مستقل ولم يدخل في المواجهات بين الحكومة الشرعية والحوثيين وعلي عبد الله صالح، لكنه في الحقيقة هو جزء كبير منه، ما زال يدين بالولاء لعلي عبد الله صالح وضد ثورة فبراير 2011. هذه التكوينة الكبيرة الموجودة في الخارج وتعمل بشكل كبير في القاهرة وفي الأردن، أعتقد بأنها هي المحرك الرئيسي والدافع لهذه الخطة. أيضا إسماعيل ولد الشيخ تحدث أكثر من مرة حول هذا الموضوع بأن هناك مجموعة من المستقلين وأنه يلتقي بهم بشكل دوري بين القاهرة والأردن. نعم، برأيك من يقف وراءهم ومن يدعمهم في هذا الاتجاه؟ طرف علي عبد الله صالح بشكل كبير هو من يدعم أو يساند هذا التيار، لكن الأمم المتحدة نفسها هي أوجدت هذا التكوين من أجل أن تعول عليهم مسألة الوصول إلى حل سياسي وسطي بتحميل أن يتحمل أشخاص أو يمكن وصفهم بتكنوقراط لم يشاركوا في الصراع العسكري والسياسي داخل البلاد من أجل حمل المرحلة الانتقالية المقبلة. هذه الأطراف الطرف الثالث والمطرف أيضا ليسوا مدعومين من الدولة الصالح، دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا تشارك بشكل كبير من أجل دعم هؤلاء و لأنها تصنف بأن أحمد علي عبد الله صالح لم يدخل في المواجهات، وسيكون أيضا بحسب تسريبات معهد أتلانتيك وتسريبات أنتيوس أونلاين كلها تصب في أن يكون أحمد علي هو وزير الدفاع للمرحلة المقبلة، بمعنى عودة الناحية السياسية والعسكرية إلى ما قبل عام 2010. نعم، تكرم البقاء معنا أستاذ عدنان، نشارك معنا في الحديث من القاهرة مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، مرحبا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام جميعا. مرحبا بك. جوله جديده لولد الشيخ قبل اسابيع من انتهاء مهمته، هل يمكن القول بانها ستحدث اختراقا في حل الازمه اليمنيه وعوده المسار السياسي هذه المره؟ اولا طبعا بعد انتهاء المحادثات الكويت لم تنجح الامم المتحده ولا المجتمع الدولي في ان تقيم هناك يعني جلسة مشاورات جديدة، بالتالي لا أعتقد أنه في هذه الفترة أنه سيتم اختراق يعني الوضع السياسي القائم والجمود السياسي القائم والانطلاق نحو جولة جديدة. هي مقترحات تم وضعها من قبل ولد الشيخ وله تقريبا 4 أشهر وهو يحاول تسويق هذه المبادرة، وقد فشلت مبادرته السابقة التي حاول إقناع الحكومة بها، ولكن الرئيس قابل مبادرته السابقة برفض شديد وحتى أنه رفض حتى مقابلة ولد الشيخ ل3 مرات تقريبا حاول أن يلتقي به. بالتالي هذه المبادرة أنا أعتقد أنها محاولة فقط من قبل إسماعيل ولد الشيخ أحمد وكذلك من قبل المجتمع الدولي ومن الأمريكان بشكل خاص لإحداث اختراق للجدار السياسي الذي له تقريبا منذ مشاورات الكويت لم يحدث أي شيء ولم يحدث حتى مجرد لقاء يجمع بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين. بالتالي هي مبادرة ومقترح من المقترحات قد يكتب لها النجاح وقد يكتب لها الفشل، مع أن الفشل وارد وبشكل كبير جدا، خصوصا أن الطرف الآخر يرفض مجرد الحديث عن ترك ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الوحيد والأخير الذي تبقى للحوثيين وعلي عبد الله صالح بعد أن تم تحرير ميناء المخا وعدن والمناطق الساحلية الأخرى. بالتالي لا أعتقد أنه سوف أو أن الإنقلابيين بشكل عام سوف يفرطون بالحديدة، وهو ما أكده علي عبد الله صالح وأكدته حتى ميليشيا الحوثي، وأكدوا أنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن الحديدة في ظل أيضا توقف المعركة التي كانت من المفترض أن تنطلق قبل أشهر، ولكن للوضع السياسي المعقد. نعم. الذي بدأ في بعد تمرد المطار
في مدينة عدن توقفت التجهيزات العسكرية للدخول إلى الحديدة عسكريا، فبالتالي طالما أنه لا يوجد هناك ضغط عسكري مباشر على الميليشيات الإنقلابية لا أعتقد أنهم سوف يرضخون ويقدموا تنازلات من أجل تسليم الميناء بطريقة سلمية. نعم، هذه المرة ربما في تدخل يعني كبير يعني لدعم هذه المبادرة من قبل ولد الشيخ وعن طريق السفير الأمريكي عندما التقى أيضا بالرئيس عبد ربه منصور هادي. هل باعتقادك أن السفير الأمريكي والخارجية الأمريكية ستعمل على الدفع بهذا الحل بقوة وستحدث تغيرا ما في العمل السياسي؟ أخي بشير، الأمريكان منذ مشاورات جنيف تقريبا حتى في فترة الإدارة الأمريكية السابقة إدارة أوباما أكدوا أكثر من مرة أنهم يدعموا جهود الأمم المتحدة ويدعموا جهود السلام، ولكن لم يتم استخدام الضغوطات اللازمة على الطرف الآخر من أجل القبول بأي صيغة للحل السياسي أو الوصول حتى بمجرد الوصول إلى يعني مشاورات حقيقية وجادة. بالتالي الموقف الأمريكي أنا لا أعتقده من وجهة نظري جديد، مع أن موقف السفير الأمريكي هو موقف إيجابي ودائما ما الحكومة الشرعية تمتدح السفير الأمريكي وموقفه، بالتالي لكن لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة أرضية يمكن الانطلاق من خلالها نحو حل سياسي أو الدخول بمشاورات سياسية جادة. هي عبارة عن مقترحات يتم دعمها بين الفينة والأخرى من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل الأمريكان، ومع العلم أن هنا أن الاتحاد الأوروبي يجهز لجمع مجموعة من السياسيين اليمنيين في بروكسل. هذه طبعا تأتي في هذا الإطار، في إطار معرفة الآراء، معرفة وجهات النظر اليمنيين من كافة الأطراف، خصوصا أن الاجتماع القادم سيكون في بروكسل وسيحضره من جميع الأطراف حتى أطراف من قبل الشرعية سيحضرون هذا الاجتماع، ولكنه في الأول والأخير هو لمناقشة وجهات نظرهم وأطروحاتهم للوصول للحل السياسي. الحكومة الشرعية هي مستعدة للدخول لمشاورات، مستعدة لإنهاء الحرب، ولكن من يتعنت ومن يرفض مجرد التقارب أو إعطاء حسن النوايا هو الطرف الآخر، يعني مجرد إطلاق سراح المعتقلين المختطفين لدى الميليشيات الإنقلابية، إطلاق سراح الصحفيين، إطلاق سراح من لم يرتكب أي جريمة، هذه من ضمن الأشياء التي ما تزال الميليشيات تصر على أن لا تقدمه كحسن بادرة وحسن نوايا. الطريق الثالث أستاذ مختار الذي يعني تحدثت عنه الأمم المتحدة وأيضا السفير الأمريكي، موقف الحكومة من هذا الطرف؟ لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة موقف من هذا الطرف، مع أنه هذا الطرف يتم الترويج له بشكل كبير سواء من قبل ولد الشيخ أو من قبل السفراء الدول سواء الأمريكان أو الأوروبيين، يتحدثون أنه لابد من دخول طرف ثالث في هذه في الصيغة السياسية أو في المشاورات القادمة حتى يكونوا هم طرف ثالث لم يدخل الأزمة لا مع الحكومة الشرعية ولا مع الطرف الإنقلابيين، بالتالي يتم الترويج لهم مع أن كثير من الأسماء عليها تحفظ ولها علاقات سابقة مع الطرف الآخر، بالتالي الطرف الثالث هو يروج لنفسه وكذلك الأمم المتحدة تروج لنفسه، ولكن حتى لو يعني لو قبلنا بهذا الطرف، ولكن من الذي سيقبل ب يعني بالتسوية السياسية؟ التسوية السياسية لابد أن تأتي من الطرفين الرئيسيين، الحكومة الشرعية وكذلك من الإنقلابيين، بعد ذلك يمكن أن يتحدث الجميع عن من هم الأشخاص الذين سيأتون، من هم الشخصيات الذين ممكن أن يدخلوا في العملية السياسية، لكن حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرف ثالث وعن شخصيات جديدة لم تدخل في الحرب. نعم، أعود إلى مأرب مع الأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، ملف الحديدة ربما هو محور التحركات ويبدو مرتبط بأجندات وملفات دولية كثيرة، هل فعلا يعني هذا الموقف الدولي جاهز هذه اللحظة لتحقيق اختراق وتنفيذ أي اتفاق يطرح؟ أعتقد بأن لاحظ أنه في تصريح السفير الأمريكي أمس تحدث بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتعب شيء كبير خلال المرحلة المقبلة من أجل حل الأزمة اليمنية، وأنها تصنف من ضمن الأجندات الأربعة الأولى للسياسة الخارجية الأمريكية. هذا التغير في الموقف الأمريكي يأتي بشكل كبير بعد أن قامت روسيا بتغيير عملية استراتيجيتها الموجودة في اليمن بقبول سفير جديد للشرعية اليمنية في موسكو. التغير في الاستراتيجية الروسية مع التحالف مع الإمارات من أجل روسيا تحاول الحصول من منذ عام 2008 على قاعدة عسكرية قرب باب البندب، والإمارات أعتقد بأنها قد وعدتها وذلك من أجل الدفع
بخطتها التي تعيد نظام الاعطاء المصالح الى السلطه. الولايات المتحده الامريكيه هي تخشى بشكل كبير من ان تحصل روسيا. تقصد استاذ عدنان حتى نقف عند هذه النقطه المهمه، تقصد بان هناك ربما شبه اتفاق او وعود عن نسميها وعود من الامارات للروس بعمل قاعده في البحر الاحمر؟ صحيح، صحيفه المؤتمر الامريكيه قبل يومين تحدثت بشكل واضح حول هذا الموضوع، وتحدثت بان هناك بان الامارات هي ستقف مع روسيا من اجل الحصول على هذه القاعده العسكريه التي تضغط على الشرعيه اليمنيه. المضيق باب المندب هو بصفته مضيق استراتيجي وممر لمجموعه كبيره من التجاره الدوليه، تقريبا 23% من التجاره الدوليه. اعتقد بان روسيا تحاول والولايات المتحده تحاول ايضا الحصول على قاعده عسكريه او تحييد روسيا من الحصول على هذه النقطة. الصين بشكل كبير حصلت على قاعدة عسكرية في جيبوتي وأرسلت الشهر الماضي مجموعة كبيرة من جنودها لملء القاعدة العسكرية الموجودة في جيبوتي. أيضا الروس يحاولون الحصول على عليها لكن عبر الأراضي اليمنية وليس عبر جيبوتي. أعتقد بأن الموضوع هو أكبر من مسألة التسليم من الحديدة وعملية تحييدها على عملية عسكرية مرتكبة. أعتقد بأن الموضوع يشمل صياغة جديدة في العلاقات الدولية وعملية تكاسم أكبر للحصص والتكوينات الموجودة في الشرق الأوسط. أيضا الأزمة الخليجية أثرت بشكل كبير، السعودية مشغولة بشكل أكبر بعملية حصار قطر. نعم. أثر بشكل نسبي أنها تحاول إيجاد حل بشكل أكبر للأزمة اليمنية التي تتفرغ لجوارها الجغرافي. نعم عدنان، من خلال اطلاعك محددات المقترح الآن الأمريكي الجديد والذي يدفع به لعمل حل سياسي في اليمن ما هو؟ أعتقد بأنه المحددات الرؤية الأمريكية هي تقتضي بأن المجموعة الفصائل السياسية والموجودة داخل بايدن تحاول الحصول على حكومة وحدة وطنية. الطرف الثالث او الجهه الثالثه التي ستدير ميناء ومحافظه الحديده هي ستكون الجهه الشرعيه، اشبه بطريقه تشكيل الحكومه حكومه الامم المتحده الموجوده في ليبيا. سيمر ايضا عبر المراحل. لكن ما يلاحظ بان هناك اجتماعات دوليه موجوده كانت في الرياض وايضا كانت اجتماعات دوليه موجوده في باريس وايضا في بروكسل وفي برلين تتحدث عن عمليه صياغه حل شامل ومشترك. روسيا لها ضلع كبير فيه وايضا ايران الى جانب الصين. معهد امريكا الانتبرايز تحدث بشكل كبير بان الصين هي من تقود او من تحاول تفكيك الملف اليمني من اجل مفاوضات ميناء الحديده. نعم. طيب المحدث الحل الجديد هو لا يشمل الحديده وحده، هو يشمل حل اكبر واشمل يعيد الاوضاع الى ما قبل عام 2011. نعم. طيب استاذ مختار، هل تتفق فعلا مع ما قاله الاستاذ عدنان بان ربما ملامح المبادرة الأمريكية هي إعادة الوضع إلى ما قبل عام 2011؟ هو يعني اختلاط الأزمة وتأثر الملف اليمني بالملفات الأخرى خصوصا الأزمة الخليجية قد خلط الأوراق بالنسبة للملف اليمني، والتحركات الأخيرة بالفعل هي تحركات مريبة، التحركات الروسية، التحركات الصينية التي تحدث عنها الأستاذ عدنان، هي بالفعل تجعل الملف اليمني ملف يدخل أكثر دوامة أكبر ويجعل من التجاذبات الدولية تؤثر على الملف اليمني. هناك بالفعل هناك أطماع كبيرة في المياه الإقليمية اليمنية على مضيق باب المندب، في سقطرة، في جزيرة ميون، في هناك كثير من الإشكاليات، هناك أطماع كبيرة في المياه الإقليمية اليمنية والموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به المياه الإقليمية اليمنية. بالتالي الأطماع السياسية واردة والأطماع الدولية واردة في اليمن، مع أن اليمنيين يعني يتحينون الفرصة التي تنهي الحرب بعد ذلك. أعتقد أنها ستتضح الرؤية أكبر، والأيام القادمة ستجعل من الأجندة السياسية للجميع واضحة أمام الجميع. ولكن هناك تخوف بالفعل من أن المبادرة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد وكذلك بدعم كبير ومباشر من الأمريكان أن وراءها ما وراءها وأن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لكن في الأول والأخير نحن ننتظر مواقف رسمية من الجميع، كيف سيتم التعاطي معها، ما هي شروط الحكومة للدخول فيها، وأيضا موقف الطرف الآخر. ولكن كما تعلم أستاذ مختار الحكومة أبدت استعدادها وموافقتها على الأقل مبدئيا، إذا كيف توافق عليها وهي ربما خارج عن إطار المرجعيات المتفق عليها والتي على أساسها المبعوث الأممي هو يعني عين للأزمة اليمنية؟
اولا بالنسبه للحكومه من حيث المبدا هي دائما ما يعني تبدي التفاهم مع المجتمع الدولي ومع الامم المتحده وتقدم تنازل تلو الاخر، لانها في الاول والاخير تبحث عن انهاء للازمه، عن انهاء للحرب، عن انهاء لاوجاع الشعب اليمني، عن الاوضاع الاقتصاديه التي يعاني منها الشعب اليمني، بالتالي هي تبدي مرونه في التعامل مع المبادرات حتى لا تكون هي يعني الطرف المعرقل والطرف الذي يرفض التعاطي مع المجتمع الدولي، وهو بعكس الموقف الاخر الذي دائما ما ينتقد المجتمع الدولي ويرفض، بل انه تم الاعتداء على اسماعيل ود الشيخ احمد داخل صنعاء وكانت هناك محاوله لاغتياله ولكن مرت مرور الكرام. بالتالي الحكومه تتعامل بايجابيه مع المبادرات حتى وان كانت يعني لم تعلن صراحه قبولها، ولكنها اعلنت انها مستعده للتعامل بايجابيه مع هذه المبادره المقدمه، لانها اعتقد انها تعرف او تعلم علم. نعم، إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة إلى مأرب مع الأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، إذن هذا الموافقة المبدئية التي تحدث عنها الأستاذ مختار الرحبي، هل هي يعني تؤكد يعني قوة الحكومة الشرعية والشرعية في اليمن، أم هو ربما مجبرون على موافقة أي مبادرة تصل إليهم أو تقترح من قبل الأمم المتحدة؟ أعتقد بأن الحكومة اليمنية هي تعمل بشغل دبلوماسي بشكل أكبر، بما أنها ستوافق على مقترحات ولد الشيخ، لكنها في نفس الوقت ستبحث مدى جدواها في حين عندما يوافق الحوثيين أو عندما يجلسون إلى طاولة المشاورات. أيضا الشرعية اليمنية هي مرهونة عملية ميناء الحديدة، بما تصبعها الأوضاع في المحافظات المحررة، بما أن المحافظات المحررة ما زالت تعاني من خلل أمني ووجود ميليشيات خارجة عن السلطة شبه عسكرية تقودها إحدى دول التحالف، أعتقد بأنها مرهونة بتطبيع الأوضاع في المحافظة المحررة ما يجري الانتقال إلى محافظة جديدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم انتقال السلطة إلى تحرير محافظة الحديدة في ظل وجود خلل في المحافظات المحررة. سينتقل ذات الخلل، بما أن الحديدة الآن هي خارج عملية الاستقطاب السياسي والديمغرافي ووجودها بشكل شبه مستقر للمدنيين، بمعنى انها سننتقل الى السلطه الحكومه الشرعيه وتعاني من اختلاف، ركز ان حتى المواطنين انفسهم لن يقبلوا ذلك. عندما تم تحرير ميناء عدن ومحافظه عدن والمحافظات الاخرى كان يتوقعون ان يشاهد، والمدينه هو المحافظه المثاليه التي تدعم المواطنين في المحافظه الشماليه من اجل التحرر من الحوثيين، والواضح ان ذلك لم يحدث. ما حدث ان هناك سجون سريه تم افتتاحها، وان هناك استبداد سياسي وعمليات انشاء عباره عن اشبه مستعمرات، وكانت هناك ميليشيات مسلحه تدير الاوضاع المحافظات المحرره. نعم. عدنان، اذا 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 في محورنا الاخير او في دقائقنا الاخيره تحدثنا عن الانقلابيين، لاحظنا في البدايه ربما موقف الرئيس المخلوع وموقف مؤتمري موافق على اتفاق الحديده مقابل الميليشيا الحوثيه ترفض ذلك، ثم راينا ايضا الرئيس المخلوع يرفض الاتفاق لاحقا ويقول الحديده ابعد من عين الشمس كما يقول. برايك كيف تقرا هذا الاتفاق ثم التناقض ثم الاتفاق ثم نقض ما يقول؟ اعتقد انها عبد الله صالح، واعتقد انها عاده ما انه يتحدث بهذه الطريقه، لكن ما هو واضح وجلي بان علي عبد الله صالح قبل تقديم مبادره مجلس النواب لرئاسه الراعي في صنعاء تحدث بانه يريد هذه المبادره، ولكنه يريد لكل الموانئ في اليمن. علي عبد الله صالح هو موافق على هذه الخطه، الامارات وعلي عبد الله صالح وروسيا هم متفقون على عمليه اعاده النظام القديم الى ما قبل 2011. وهل تعتقد بان هذا ممكنا استاذ عدنان؟ هو عمليه اذا حدث ذلك فهو عمليه تاجيل الحرب، لان هذه المظالم التي حدثت من عام 2011 الى اليوم لم تنتهي ولم يتم تصفيتها او عمليه محاكمه المسببين لها. عمليه تاجيل الحرب سيجعل الحرب القادمه ستكون كارثيه واكبر واشد. لا يمكن ان تستقر اليمن او ان تمنح جوارها الجغرافي استقرارا دائما. ما هناك شيء اخر يتعلق بعلي عبد الله صالح وبالحوثيين، ان هؤلاء ايضا هم لا يريدون، الحوثيين ايضا لا يريدون ان يقف الحرب. لاحظ ان قاده جماعه الحوثي هم مجموعه من الذين يحاولون الحصول على الاقتصاد ويسيطرون على حتى على استثمارات النفط داخل البلاد. اشتروا عمارات سكنيه، استوطنوا في الشوارع السكنيه الكبيره. هم يلاحظون بان الحصول او
حصول توقف الحرب، لأن هذا سيوقف المال الكثير الذين يحصلون عليه. هناك عملية معقدة تحتاج الى المتحدة والمجتمع الدولي من يدفع بها. لا يمكن عملية الدفع والاستقرار داخل البلاد اذا تم تجاوز عام 2011 وعملية انتفاضة شعبية ضد نظام حكم استبدادي جبروتي طغى 33 عام، وعملية تجاهل كل هذه المظالم خلال 33 عام. اشكرك الى حتى الان اعتقد بانها كارثة كبيرة ستحل على اليمن. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي عدنان هاشم، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي كان معنا من القاهرة. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.